جنوا كالياري الدور الإيطالي الدور الإيطالي سيري أي الجولة 23 وين شلنا مباراة البطاقات خاصة لكالياري. شلنا كيفاش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 لجنوا 7 لكالياري وين انتهت المباراة اللي انتهت بهدف اللي صاب. شلنا هدف وحيد في الشوط الأول عن طريق بانديف في الدقيقة 43 وين شلنا دافيد نيكولا اللي المدرب تاع جنوا اللي دخل بخطه 3-5-2. شلنا رونالدو ماران اللي المدرب تاع كاريري اللي دخل بخطه 4-3-2-1. يعني شلنا ماتيا بيران الحارس تاع جنوا اللي انقذ المرمى تاعو. شلنا دافيد، شلنا كيفاش ادمن، شلنا اندريا، شلنا بابلو، شلنا ايفن، شلنا لاسا، شلنا ستيفانو. يعني كانت المباراه وين شلنا كيفاش من جانب كاريري رغم التغييرات اللي دارهم المدرب، لكن شلنا فيدريكو ماتيو، شلنا غاسينتو، شلنا يعني كانت نقولوا باللي شفنا كيفاش ارثور، يعني كانت ارثور كان فابيو باولو. يعني رغم ذلك ما شفناش تغيير النتيجه وين شفنا كيفاش نقولوا باللي كاريري اللي نقولوا اليوم كاريري لعب من اجل 53% نسبه استحواذ 357. يعني نقولوا باللي اليوم جانوا عرف كيفاش يسجل الهدف، عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاع الهدف اللي سجلو. هذه هي المباراه وين الجوله 23 الدور الايطالي السيري اي، جانوا هدف كاريري 0 صحيح.